أظهر مسحٌ أجرته مؤسسة كونفيرنس بورد يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هبطت بشدة في أغسطس على أساس شهري بسبب تفشي الوباء، كما كانت أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين السابقة، ما سجل أدنى مستوى قياسي خلال السنوات الست الماضية. كما هبطت سوق الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات. وسعر سندات الخزانة الأمريكية بعد إعلان المؤشر. وقالت لين فرانكو كبيرة مديري مؤسسة كونفرنس بورد إن قلق المستهلكين المتزايد من ظروفهم المالية والآفاق الاقتصادية قد يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك في الأشهر القادمة.